الرئيس السيسي يواجه بدفع الجهود المبذولة في الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة لتفعيلها في أسرع وقت. رئيسة البرلمان الأوغندي تشيد بدور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في حوض النيل والقارة الإفريقية. إحباط هجوم انتحاري على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء. موجز آخر الأخبار يأتيكم على تلفزيون النهار، أهلا بكم. اجتمع السيد الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. شهد الاجتماع متابعة الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث وجه الرئيس السيسي بدفع الجهود المبذولة في هذا الصدد لتفعيل المنظومة في أسرع وقت، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين على النحو الحضاري الذي يليق بمصر. كما وجه السيد الرئيس بالاستفادة من الخبرات والتجارب الأجنبية المتميزة في هذا الإطار لضمان نجاح المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى التوسع في المبادرات المجتمعية الفعالة بحيث تضم مختلف الفئات خاصة قطاع الشباب، مشيدا سيادته في هذا الإطار بالمبادرات الشبابية الرائدة التي تم تنفيذها في إطار الحملة الوطنية لمنظومة النظافة. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة البيئة عرضت خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة والخطوات التي تمت في هذا الخصوص، لا سيما فيما يتعلق بالبدء في تنفيذ البنية الأساسية والتجهيزات اللازمة للمنظومة. استقبل الرئيس السيسي السيدة ريبيكا كاداجا رئيسة البرلمان الأوغندي، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. وطلب الرئيس السيسي نقل تحياته للرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، مؤكدا سيادته متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين. وأشار الرئيس السيسي إلى حرص مصر على مساندة جهود أوغندا في التنمية والتعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلا عن دور الشركات المصرية المساهمة في تنمية أوغندا. وأكد الرئيس السيسي دعم مصر للمسار التنموي بكافة دول حوض النيل وجهود تعزيز العلاقات فيما بينهما في جميع المجالات التنموية. من جانبها أعربت رئيسة البرلمان الأوغندي عن سعادتها بزيارة القاهرة والتشرف بلقاء السيد الرئيس، ناقلة لسيادته تحيات الرئيس موسيفيني، ومؤكدة ما تحظى به مصر من تقدير واحترام لدى الشعب الأوغندي وما يربط البلدين والشعبين من علاقات تاريخية وممتدة. كما أشادت السيدة كاداجا بالدور المحوري المصري باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والأمن والسلام في حوض النيل والقارة الإفريقية، مؤكدة حرص أوغندا على دفع علاقاتها بمصر وتعزيز التعاون معها في شتى المجالات. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الجزائري السيد عبد القادر بن صالح، ذلك في أول زيارة خارجية له. وتوجه الرئيس بن صالح بالتهنئة للرئيس السيسي على النجاح المبهر في استضافة وتنظيم بطولة الأمم الإفريقية، معربا عن شكره وامتنانه العميق لروح الأخوة الطيبة وكرم الضيافة والترحاب الذي حظي به المشجعون الجزائريون منذ وصولهم إلى مصر لمؤازرة منتخبهم الوطني، فضلا عن التسهيلات المقدمة من قبل السلطات المصرية لتيسير كافة الإجراءات اللازمة لدخول المشجعين الجزائريين إلى مصر لحضور مباراة البطولة، خاصة المباراة النهائية. من جانبه أشاد الرئيس السيسي بأداء الفريق الجزائري على مدار البطولة، فضلا عن الروح الرياضية والحس الوطني الذي اتسم به، معربا عن خالص الأمنيات بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وأكد الرئيس السيسي على الثقة الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة الجزائرية والشعب الجزائري على التعامل مع التحديات الراهنة وبدون التدخل في شؤونه الداخلية من قبل أي أطراف خارجية، متمنيا سيادته كل الأمن والاستقرار والازدهار للجزائر. كما ثمن الرئيس المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، ومشيرا إلى حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي في شتى الأصعدة. تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم بجوار موقف للسيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية، ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابي قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابي. وقد أسفر الحادث عن استشهاد أحد أبطال للقوات المسلحة. وصلت وزارة الداخلية حملاتها من خلال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضبط تاجري المواد المخدرة بمحافظة مطروح والإسكندرية والدقهلية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. في جرائم المخدرات وضبط المتاجرين بالمواد المخدرة، واصلت وزارة الداخلية حملاتها من خلال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن الإسكندرية والدقهلية ومطروح، حيث تم ضبط عاطل وبحوزته مكبس بدائي لتصنيع مخدر الإكستاسي، إضافة لضبط متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية وبحوزته 20 لفافة من نبات البانجو يزنون 45 كيلوغراما، وآخر عاطل تم ضبطه وبحوزته 150 ألف من أقراص عقار الكبتاجون المخدر. نجحت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن قنا وسوهاج في إتمام الصلح في النزاع القائم بين ثلاثة عائلات، كما نجحت مديرية أمن قنا من إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين بدائرة مركز شرطة أبو شتيت. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. وفي تكثيف منابع الخصومات الثأرية، نجحت وزارة الداخلية من خلال مديرية أمن القنا في عقد جلستي صلح بين أطراف عائلات في دائرة مركز شرطة أبو تشت ودائرة مركز شرطة فرشوط. كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في إنهاء خصومة بين عائلتين، حيث أقر الجميع الصلح النهائي والتعهد بعدم التعرض للآخر في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات. انتهى موجزنا الإخباري لهذه الساعة. أشكر لحضراتكم كرم المتابعة. إلى اللقاء.